محمد انت كبقى كفنان شايف النهايه ازاي بصراحه؟ موافق عليها معترض عليها؟ احنا قاعده ديمقراطيه جدا خلي بالك. احنا قاعده ديمقراطيه بشكل محمد ما تنساش انا عزمتك مرتين. ما تنساش ان في مسلسل تاني جاي والله رمضان الجاي الاكلتين. خد رايك وفي خد راحتك وفي مسقعه بالبطاطس في عشم برضه وفي عيش وملح. قول بقى محمد قول. هقول لحضرتك هو طبعا الموضوع موضوع صعب جدا عموما ومناقشته صعبه جدا وفي مشاكل كتير جدا في جوه المسلسل في مشاهد معينه انا شخصيا جيت في مشهد قلت له انا مش عارف اتعملته ازاي بس هو عد يعني لانه كان صعب ان انت تعمل المشهد ده وياثر وفي نفس الوقت تعمله بالمعادل اللي مش خادش للحياة زي مشهد الاغتصاب مثلا تمام يعني الناس برضو قعدت تتكلم في وازاي الشورت بقى انت عايز عايزك اقلعها مثلا في التلفزيون انا بقول لحضرتك طبعا ازاي مغتصبه وهي لابسه شورت يا سيدي ايوه هو انت دلوقتي بتعرض مسلسل في التلفزيون لجمهور تاثير المشهد السؤال التاثير وصل حضرتك ولا لا وصل اوكي يبقى المخرج نجح يبقى السيناريست نجح يبقى احنا نجحنا يبقى تمام وصل الموضوع فكره النهارده انا بقدم كعمل فني انا راجل عندي وجهه نظر بقدم وجهه النظر وجهه النظر دي لابد ان تكون وجهه نظر صادمه للمجتمع النهارده علشان اخد رد فعل او يكون في رد فعل يحدث لازم يكون في فعل صادم جدا عشان رد الفعل يبقى موازي للصدمه دي.